اتفضل يا حاج محمد قول لي بقى. انا بقول لك انا صايم وبستعمل البخاخه، حرام ولا حلال؟ بخاخه الرب. ها بخاخه الرب. ايوه بتستعملها لما تكون محتاجها صح؟ ايوه بس ما استعملتهاش بقالي 5 ايام النهارده ما استعملتهاش. يعني انت بتقول لي لو استعملت بخاخه الرب ولما احتاج لها اكمل صيامي؟ كمل صيامك يا حاج محمد عادي يعني؟ لما تستعملها لما تكون محتاج لها. لان ديت احنا بعد دراسه طويله وبعد الرجوع ايوه يا حاج محمد خلصت السؤال؟ ايوه مولانا تمام يا مولانا. طيب فكمل صيامك يا حاج محمد. لما كنت تعبان اخد ما تفطرنيش. ما تفضلكش لا. طب يا مش سعاده الباشا. ربنا يعزك، انت اللي امر، ربنا يبارك شكرا فيك. شكرا يا مولانا. ربنا يحفظك. سلام يا مولانا. عليكم السلام ورحمه. بخاخه الرب وخلاص تقرر ان هي ما بتدخلش بعد تحرير مساله الجوف، ما بقتش تدخل في اتضح ان هي بتسلك في مسلك اخر ولا تصل الى حد مفهوم الجوف الذي اخترناه في تعريف الجوف، ولذلك ايه اللي حاصل؟ ده البخاخه دي لا يصل منها شيء الى داخل جوف الانسان الذي يمكن ان يفطره، فبيبقى كده لو حد استعمل بخاخه الرب دوت مش هيكون مفطر بالنسبه له.